حصله حصل. سيدات أعضاء المجلس الوطني ومنظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، السادة الضيوف، السادة الذكور الضيوف، لأنه اجتماع نسائي بامتياز، ويبدو أن هذا الصباح هو صباح تقرر فيه النساء ويبقى الذكور ضيوفا. يسعدني أن أشارك معكم في هذا اللقاء، حيث أشغلت أول دورة للمجلس الوطني لمنظمة النساء الأصالة والمعاصرة بجدول أعمال حالي بالالتزامات، وعلى رأسها استكمال هيكلة المكتب التنفيذي للمنظمة والمصادقة على النظام الداخلي لها، وانتهاء بتشكيل الأقطاب الموضوعاتية، وهي الدورة التي تأتي كذلك بعد عقد المؤتمر الوطني المتميز والنوعي للمنظمة شهر مايو المنصرم، وكذلك مؤتمر الحزب المقبل في شهر فبراير المقبل، والذي عقد في ظروف وأجواء نضالية عرفت نجاحات باهرة على جميع المستويات، ورغم مشيئة الله تعالى في الوعكة الصحية الطارئة التي كانت قد ألبت بي، إلا أن قلبي وكل جوارحي التي كانت مع مؤتمر كنا مكنتني من القدرة على ذلك اللقاء الخاطف بكم في اليوم الموعد، كإسهام نضالي من قيادة الحزب وتقديم كامل دعمها لإنجاح محطتكم تلك. وبالفعل كان مؤتمركم مؤتمر وطنيا نسائيا بامتياز ومبهرا، شكل لحظة انطلاقة حقيقية لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة على سكة النضال الطويل. قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بعد نجاح محطة المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة والذي أفرز عن تشكيلة المكتب التنفيذي، اليوم نعقد دورة المجلس الوطني. كان من المتوقع أن نعقد الدورة ديالنا يبان شهر شتنبر، ولكن شاءت الأقدار الإلهية أن يضرب الزلزال وسط مغربنا الحبيب. وهذه المناسبة نجدد الدعاء بالرحمة والمغفرة للشهداء والمواساة والتعازي لعائلة الضحايا، ونطلب من الله تعالى أن يمن بالشفاء على المصابين. اليوم كما قلت تنعقد دورة مجلسنا الوطني بجدول أعمال واضح يتضمن من بين نقاطه مشروع البرنامج السنوي الذي ستشتغل عليه المنظمة، وكذلك مشروع الميزانية العامة مع عرض نظام داخلي للمصادقة. نحن وعيات كنساء ننتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وننضوي تحت لواء منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بدقة المرحلة، وخصوصا واننا مقبلين على تشريعات واوراش تشريعيه مهمه كمدونه الاسره والقانون الجنائي وقانون المسطره الجنائيه. اذا سننخرط في هذا النقاش الدائر، خصوصا واننا اليوم وتفاعلا مع مضامين الرساله الملكيه الموجهه الى السيد رئيس الحكومه بشان تعديل مدونه الاسره، لنا تصور متكامل كمنظمه نساء الاصاله والمعاصره نشتغل عليه، وسننخرط بكل جديه ومسؤوليه لاجل التنميه المحليه والوطنيه للبلاد ديالنا. وشكرا لكم. معكم الاستاذه ناديه بوزندوفه، نائبه الاولى لرئيسه منظمه نساء الاصاله والمعاصره. فكيف اليوم كيف كتشوفوا جميع، كاينه اول دوره ديال المجلس الوطني من بعد المؤتمر اللي كان في ماي في بوزنيقه، المؤتمر الذي افرز قياده نسائيه جديده فيما يخص منظمه نساء الاصاله والمعاصره. كان مبرمج ان هذا اللقاء غادي يكون في شتنبر الفارط انضباطا مع المذكره التوجيهيه اللي كانت في المؤتمر، وانما بسبب تداعيات ديال الزلزال ارتئينا انه يتم التاجيل. اليوم حنايا بصدد اننا نستكملوا الهيكله ديال المكتب التنفيذي، لانه المكتب التنفيذي لم تستكمل هيكلته في المؤتمر ديال بوزنيقه. في نقاط جدول الاعمال اليوم عندنا استكمال هيكله المكتب التنفيذي من جهه، عندنا تشكيل الاقطاب او اللجان الموضوعاتيه الدائمه اللي غادي تنبثق عن المجلس الوطني ديال منظمه نساء الاصاله والمعاصره. من جهه اخرى سيتم اليوم المصادقه على النظام الداخلي من بعد ما صادقنا على القانون الاساسي للحزب
في بوزنيقة. اليوم عندنا المصادقة على النظام الداخلي من جهة، وأيضا تسطير برنامج العمل السنوي واللي غادي نحاولوا أنه يمشي في إطار التماشي مع التوجه العام والورش الكبير ديال تعديل أو مراجعة مدونة الأسرة من خلال النزول للجهات وفتح مشاورات مع جميع الفاعلين والفاعلات باش ممكن أنه نرفعوا مذكرة ترافعية خاصة بمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة للإسهام في هذا الورش الكبير اللي أعلن عليه سيدنا الله ينصره. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.